بعد تجميع أجزاء الرأس الهيدروليكي نضبط أقصى كمية وقود للمضخة الدوارة دي بي اي بام. لا تحتاج المضخة الدوارة دي بي اي بام إلى ضبط زاوية بداية حقن الوقود اللي هي الفيزنج، حيث يوجد فتحة توزيع للوقود واحدة لكل الأسطوانات distribution port. لضبط المضخة الدوارة نقوم بضبط أقصى كمية الوقود maximum fuel delivery، وبالتالي ضبط أقصى مشوار بين البلانجر limiting out moving of the plunger. وضبط هذا المشوار تحديد أقصى كمية وقود، نقيس المسافة من الأسطوانة الدائرية الرولر إلى الأسطوانة الدائرية الأخرى الرولر للرأس الهيدروليكي، ويقال عليها رولر تو رولر دايمنشن أوف هيدروليك هيد. الشكل الذي أمامنا يوضح المعدات الأساسية لقياس المسافة من الأسطوانة الدائرية إلى الأسطوانة الدائرية الأخرى للرأس الهيدروليكي رولر تو رولر دايمنشن أوف هيدروليك هيد. أقصى كمية وقود خارجة لأقصى كمية وقود خارجة من وحدة الضغط العالي المقصوم في الديرفي، ويتكون من المعدات التالية: جهاز اختبار حاقن انجكتور تيستر اللي هو نمرة ايه، نمرة بي أنبوب الضغط العالي الهاي بريشر بايب الهاي بريشر بايب، ثم الميكروميتر هذا الميكروميتر السي لقياس المسافة من الأسطوانات الكروية الرولر، وده صمام نمر دي صمام تفريغ ضغط الوقود ريليف فالف، ثم الرأس الهيدروليكي الإي الهيدروليك هيد. خطوات قياس المسافة من الأسطوانة الدائرية للأسطوانة الدائرية الأخرى الرأس الهيدروليكي رولر تو رولر دايمنشن أوف هيدروليك هيد. دي أنبوب الضغط العالي، ده أنبوب الضغط العالي هاي بريشر بايب، وده أنبوب ضغط عالي اللي هو على شكل حرف يو، وده صمام تفريغ ضغط الوقود الريليف فالف، وهنا البلانجر بلانجر والشوز ده الرولر ووراء البلانجر، وهنا الميكروميتر. تركيب انبوب الضغط العالي اللي على شكل حرف يو، على شكل حرف يو انبوب الضغط العالي بفتحتي خروج الوقود للحاقن هاي بريشر اوتليت بورت للراس الهيدروليكي، توصيل أنبوب الضغط العالي بجهاز ضبط الحاقل إنجكتور، ده أنبوب الضغط العالي تم توصيله بإنجكتور، وكذلك توصيله بأنبوب الضغط العالي اللي على شكل حرف يو، وهنا تصل أنبوب الضغط العالي اللي على شكل حرف يو بأنبوب الضغط العالي الجاي من جهاز حقن الوقود، جهاز اختبار الحقن. ارفع ثم ارفع ضغط الوقود باستخدام جهاز ضبط الحاقل انجكتور تيستر حتى 30 ضغط جوي. تابع خطوات القياس، ثم لف عمود اداره الراس الهيدروليكي العمود ده في اتجاه دوران المضخه حتى تدفع وحده الضغط العالي والاسطوانات الى الخارج. وحده الضغط العالي هنا الرول ده يندفع الى الخارج، وهذا هو وضع اقصى نتيجة ضغط الوقود، وهذا هو وضع اقصى كمية وقود. ثم قياس المسافة بين الاسطوانة الدائرية الى الاسطوانة الدائرية الرأس الهيدروليكي باستخدام الميكروميتر، ده هنا الرولر، نقيس المسافة من الرولر دي الى الرولر الاخرى. في حالة إن المسافة بين الأسطوانة الدائرية غير مطابقة للقياس بكتالوج الصانع، نقوم بفك فلانش الحركة دراي بليت، ده دراي بليت يقوم بفكه، ونقوم بضبط طبق ضبط كمية الوقود العلوي اللي هو التوب أدجاستنج بليت لزيادة أو تقليل أقصى كمية وقود. وعند اختبار المضخة باستخدام جهاز اختبار مضخات تيست بنش،
وتبين ان اقصى كمية الوقود غير مطابقة لكتالوج الصانع، نقوم بسحب الرأس الهيدروليكي من المضخة ثم فك فلانج الحركة درايف بليت، ونقوم بضبط اقصى كمية الوقود كما بالخطوات السابقة هذه، والفيديو التالي يوضح ذلك. The only adjustment provided on the DPA pump is that for maximum fuel setting. The maximum amount of fuel entering the pumping element is controlled by limiting the outward movement of the plungers. Adjusting plates located on the pumping section of the rotor enable the correct setting to be made. It'll be seen that the limiting slots in the plate, in which the projecting lugs of the roller shoes are inserted and with them the plungers, is reduced or increased according to the setting. This large-scale model shows how this adjustment operates by controlling the maximum effective pumping stroke of the plungers. The correct setting is made when the pump is tested after manufacture and should not be altered without approval.